كما دانت وزاره الخارجيه والتعاون الدولي الليبيه الهجوم العدائي الغادر الذي تعرضت له قوه دفاع البحرين المرابطه على الحدود الجنوبيه للسعوديه المشاركه في عمليات عاصفه الحزم واعاده الامل، واعتبرت الخارجيه الليبيه في بيان لها الهجوم بانه تطور خطير قد يقوض جهود احلال السلام ويهدد مساعي التسويه باليمن الشقيق، معربة عن خالص العزاء لمملكه البحرين ولذوي الضحايا والامنيات بالشفاء للجرحى.